الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات ومالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ومصطفاه الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى أصحابه أجمعين لمحمد للعالمين رسول فهو الهدى وإلى الورى قنديل لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أميل قد سيرت نورا تطير إليه قد خاب عبد لم يصل عليه حتى إذا قدم القيامة سامح قبلت رأس المصطفى ويديه قد طاب قرب المخلصين وورد من مجلس الهادي فحق السعد يا رب فامنحني الكرامة عندها وجميع خلقك ثم أما بعد عباد الله نستعرض اليوم قصة أسد من أسود الإسلام وبطل من أبطال التوحيد الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه فبعد سنوات طوال من العداوة الشديدة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل كان من المتوقع أن يختم للصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل بالخاتمة العظيمة والشرف الرفيع الذي ناله سبحان مقلب القلوب ومغير الأحوال كان صاحبنا في أواخر العقد الثالث من عمره عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق ودعوة الهدى وكان عكرمة من أكرم الناس كان من أكرم الناس في قريش حسبا ونسبا ومالا وكان جديرا بأن يسلم كما أسلم نظراؤه من أعاظم القوم أمثال مصعب بن عمير وأمثال سعد بن أبي وقاص وغيرهما من أبناء قريش من العائلات المرموقة لكن الحاجز الذي حجز بينه وبين أن يكون في جيش المسلمين كان أبوه فمن هو هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول إنه فرعون هذه الأمة إنه أبو جهل الذي امتحن الله ببطشه صبر الصابرين وإيمان المؤمنين فهذا هو أبو جهل وكفى أما صاحبنا فإنه عكرمة ابن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش وأبرز فرسانها المعدودين وجد عكرمة نفسه
في عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم زعامة أبيه، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه أبو جهل معركة بدر وأقسم باللات والعزى أنه لن يرجع إلى مكة إلا وقد قضى على محمد وأصحابه، أخزى رب العالمين أبو جهل في يوم بدر، ورأى عكرمة أبوه أبو جهل وهو يقتل من عبد الله بن مسعود الذي كان يسخر أبو جهل من نحافته. لقد رآه عكرمة يموت ورماح المسلمين تنهل من دمائه، فما كان من عكرمة إلا أن لاذ بالفرار لعجزه أمام قوة المسلمين وأمام نصر الله الذي تنزل على المسلمين. وما استطاع عكرمة أن يأخذ جثة أبيه لكي يدفنها في مكة، فألقى المسلمين جثة أبيه في بئر القليب مع جثث المشركين وهالوا التراب عليهم. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة مع الإسلام عداوة من نوع آخر. فبالأمس كانت العداوة مع الإسلام حمية لأبيه، أما اليوم فهي ثأر لمقتل أبيه. وأخذ عكرمة ونفر من أصحابه ممن قتل آباءهم في معركة بدر أخذوا يقلبون الناس على محمد صلى الله عليه وسلم ويحرضونهم على قتال جيش المسلمين، حتى كانت وقعة أحد المشهورة، فكان عكرمة على ميسرة جيش المشركين، وكان خالد كما هو معلوم على الميمنة، وقد خرجت النسوة ومن ضمنهم زوجة عكرمة أم حكيم، خرجنا يضربن الدفوف لكي يثبتوا فرسان قريش أمام محمد وأصحابه. وكلكم يعرف قصة الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد وقد عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، فكان نصرا للمشركين أو كما يظنون، ولكنها بدون أدنى شك كانت دفعة معنوية للمشركين، مما جعل أبا سفيان يقول في ذلك اليوم للنبي وأصحابه: هذا بيوم بدر. ثم جاءت غزوة الخندق وحاصر المشركين المدينة وحاصر المشركين المسلمين وطال الحصار، فما كان من عكرمة إلا أن قام بأجرأ عملية اقتحم بها ثغرة في صف المسلمين راح ضحيتها العديد من أصحابه، ومنهم عمرو بن ود العامري الذي قتل على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما عكرمة فقد لاذ بالفرار يوم الفتح، ويوم فتح مكة رأت قريش أن لا قبل لها بقتال محمد وأصحابه، ففتحوا له الطريق. وكلكم يعلم
الحديث الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وأبا سفيان، ورجع أبا سفيان وحذر المشركين وقال لا قبل لكم بمحمد وأصحابه، فادخلوا بيوتكم فتكونوا آمنين، وادخلوا المسجد الحرام فتكونوا آمنين، ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. لكن عكرمة ونفر من أصحابه خرجوا على إجماع قريش فتصدوا لجيش محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خالد رضي الله عنه كان بالمرصاد لهم وقتلهم شر قتلة، إلا قليل منهم فر من مكة، وكان على رأسهم عكرمة بن أبي جهل، فر إلى اليمن وقد ندم وهو في الطريق يحدث نفسه وهو نادم أنه خرج من مكة. ثم توجه إلى شاطئ البحر فوجد بحار مسلم وفاوضه على أن ينقله بالبحر، فقال له هذا البحار أخلص حتى أنقلك. فقال وكيف أخلص؟ قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ما هربت إلا من هذا. وفي مكة زوجته أم حكيم ذهبت هي وبعض النسوة لكي يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت أم حكيم وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد هرب منك عكرمة فأمنه أمانك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل سلاسة ويسر هو آمن. فخرجت أم حكيم تطلبه، ذهبت تبحث عن زوجها، وخرج معها غلام رومي لها، وهي في الطريق راودها الغلام عن نفسها فكانت تماطله وتمنيه حتى وصلت إلى حي من العرب فاستعانت بهم عليه فأوثقوه وأبقوه معهم، وهي أكملت طريقها لتبحث عن زوجها. فعندما وصلت وجدت زوجها يبحث عن طريق للهرب، فقالت له يا ابن عم لقد جئتك من عند أبر الناس، لقد جئتك من عند محمد ابن عبد الله وقد أمنك. فقال لها أوقد فعل؟ قالت نعم قد فعل، وأصبحت تطمئنه وأصبحت تؤمنه حتى يرجع معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان جبار من جبابرة قريش، كان أبوه أبو جهل، ولكنها في الطريق حدثته عن قصة الغلام الرومي فعكف عليه وقتله قبل أن يسلم، ثم ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما إن رآه محمد صلى الله عليه وسلم إلا واستبشر وفرح حتى قام إليه وقد نسي أن يضع رداءه عليه صلى الله عليه وسلم. ولما جلس عكرمة بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس نادم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أمنتني يا رسول الله؟ قال نعم أنت آمن. قال إلى ما تدعو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعد عليه أركان الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله قد كنت فينا أصدق الناس وأبر الناس. ثم بسط يده
وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فهذا أصبح اللقب لعكرمة الراكب المهاجر، أصبح لقبه الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو في غيبتك. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه عكرمة رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها، ولا قتالا قاتلت فيه المسلمين إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم كان عكرمة من أجود الناس، وكان عكرمة لا يترك غزوة ولا سرية ولا بعثا للمسلمين إلا وهو في طليعته. وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وشهد حجة الوداع، وشهد المعارك الكثيرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عكرمة رضي الله عنه يقرأ كتاب الله عز وجل، ثم يفتح الكتاب ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، ثم يبكي. وفي يوم اليرموك العظيم، يوم معركة اليرموك، عندما لقى المسلمين أكثر من 200,000 من المشركين، وهم 36,000، أقبل على القتال رضي الله عنه إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم الحار. ولما اشتد الكرب على المسلمين، نزل رضي الله عنه عن فرسه وكسر غمد سيفه وصاح بالمسلمين: من يبايع على الموت؟ أراد أن يفتح ثغرة لجيش المسلمين، فبايعه عمه وبايعه 400 من المسلمين، فأوقفه خالد بن الوليد وقال له: لا تفعل يا ابن عم. قال: دعك عني يا خالد، لقد كان لك سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس عداء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وأفر اليوم. ثم اقتحم رضي الله عنه جيش المشركين، وأخذ المشركون يوجهون سهامهم نحوه، حتى وجد وفي جسده 74 طعنة. ثم افترش الأرض فوجده خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو مدرج بدمائه، فأخذ رأسه ووضعه على فخذه، ووجد عمه وصديق عمره قد افترشوا الأرض أيضا مدججين بدمائهم ومدرجين بدمائهم. فأراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يسقهم الماء، فكانوا لا يأخذون الماء ويقولون: قربه إلى أخي، والآخر يقول: قربه إلى أخي، والآخر يقول: قربه إلى أخي. كانوا، سبحان الله العظيم، كانوا يحبون إخوانهم أكثر مما يحبون أنفسهم، حتى لقوا الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تذكروا ماذا عاهد عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم: عاهده أن لا يترك غزوة أو سرية أو بعثة في سبيل الله إلا وكان في طليعتها، وقد كان.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من لا نبدل ديننا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. وأوصيكم ونفسي يا إخوان أن تروا هذه القصص لأبنائكم وإخوانكم، لكي يكونوا نموذجا لهم في حياتهم، لا أن يكون النموذج فنان أو تافه أو رويبضة. أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهو القائل سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Dear brothers, today's topic was about one of the great companions in Islam, Ikrima, the son of Abu Jahl. And you all know who was Abu Jahl. He was one of the great oppressors against Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions. And Ikrima, because of his father, did not get to join the Muslimin at the early stages, because his father was the biggest enemy against Islam. So Ikrima was behind his father all the time. Ikrima was very brave. Ikrima was, he had a very unique character, but unfortunately he was using it in the wrong place. Until his father was killed in one of the battles, the Battle of Badr, then Ikrima, his hate towards Islam was because, or he wanted revenge for his father. And then in the Battle of Uhud, Ikrima, he was one of the main fighters against the Muslims. And then in the Ghazwat al-Khandaq, the Battle of Khandaq, also he was one of the main fighters. In fact, he tried to break up the line of the Muslims so he can lead the rest of the army inside the Medina. Until Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions conquered Mecca. And you all know the story. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, when he conquered Mecca, he forgave all the people that fought him, except few. And subhanAllah, those few, they came out and they went against the tribe of Quraysh also, because the tribe of Quraysh, they didn't want to fight. They know Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his army is much bigger than them, much stronger. So they didn't want to fight. But Ikrima and a few others, they refused and they fought Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Ikrima, he managed to escape after that because he lost the battle. And then his wife came to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and she became Muslim. And she asked Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, can I bring my husband back because he escaped from you, O Prophet of Allah? Then Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, yes, you can bring him back. He will be safe. So she went after him and she told him what happened. And she told him that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you come back, you're safe. So he came back to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when he came back, Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw him and he was really happy. And then he said, you're safe now, Ikrima. Then Ikrima asked Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what are you calling for, O Muhammad? He said, I'm calling for one God, and that I am the prophet of God, and also the servant of God. And I'm calling for prayer, and I'm calling for charity. And then he started telling him about Islam. Then Ikrima radiallahu anhu, may Allah be pleased with him, he became Muslim. And then he promised Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that he would be very generous
in giving charity, and he would be the first person to go out in any battle for the sake of Allah. And ever since, he never missed any battle for the sake of Allah Azza wa Jal. Until the day of Yarmouk, one of the battles that happened between the Muslims and the Romans. The Muslims were 36,000 soldiers, while the Romans, there were over 200,000. And then when it was very hard against the Muslimin due to the numbers, Ikrima decided to go and fight the Romans with 400 others until death. And subhanAllah, that's what he did. Why we narrate these stories? We narrate these stories, my brothers, so you can tell your sons, your daughters about it, so they know who are their grandparents, those that they made history. Without them, we are nothing. Until now, if we want to narrate something about ourselves, there is nothing to narrate. Literally, there's nothing to narrate. We only talk about the past. And unfortunately, we have nothing to talk about in the now. And hopefully, we have something to talk about in the future. So we need to preserve our history, my brothers. I ask Allah Azza wa Jal to bring our sons and our daughters, bring them like the Sahaba used to be with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز هذا الدين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة